مشاهدي مدرسة نت، أهلا ومرحبا بكم في رحاب مدرسة نت مع دروس اللغة العربية. درس اليوم سيكون نصب الفعل المضارع. نصب الفعل المضارع، نبدأ بالأمثلة. مثال الأول، قال الله تعالى: وأن تصوموا خير لكم. مثال ثاني، لن ينجح المنافق. ثالثا، مارس الرياضة كي يطول عمرك. مثال الرابع، إذا لا أزورك. هذه الجملة نقولها لمن قال لك مثلا: سأسافر بعد ساعة. سأسافر بعد ساعة، أقول له: إذا لا أزورك. مثال خامس، قال الله تعالى: لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. سادسا، أدرسوا حتى تنجحوا. سابعا، قال الله تعالى: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. نبدأ عزيزي الطالب بمناقشة هذه الأمثلة لنتعرف على حالات نصب الفعل المضارع. أنتم تعرفون بأن الفعل المضارع يأتي مرفوع كما يأتي منصوب وقد يأتي مجزوم. إذن المثال الأول، قال الله تعالى: وأن تصوموا خير لكم. أنتم تعرفون أن الفعل المضارع، في المضارع نقول تصومون، هو فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، علامة رفعه ثبوت النون. أين النون؟ حذفت. لماذا؟ لأنه دخلت عليها حرف المصدر أن. إذن أن حرف مصدري ونصب، لأنه ينصب الفعل المضارع ونقول عنه مصدري لأنه أخذ مكان المصدر. الصيام خير لكم، فحذفنا المصدر الصيام وجاء الفعل المضارع مسبوقا بأن حرف المصدر. واستقبال، لأنه يجعل الفعل المضارع يدل على المستقبل. إذا حرف مصدري ونصب واستقبال، لأنه ينصب الفعل المضارع. تصوم فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه حذف حرف النون، حذف النون. إذا أن حدث نصب واستقبال مبني على السكون لا محل من الإعراب. تصوم فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه حذف النون، لأنه من الأفعال الخمسة، والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. ننتقل للمثال الثاني، لن ينجح المنافق. لن حرف نفي ينفي النجاح عن المنافق. لن حرف نفي ونصب، ينجح فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، المنافق فاعل. ثالثا، مارس الرياضة كي يطول عمرك. كي هنا تفيد التعليل، لماذا أمارس الرياضة؟ كي يطول عمري. إذن كي حرف مصدري ونصب واستقبال، يدل على أن الفعل المضارع يدل على الاستقبال. إذن كي حرف مصدري ونصب واستقبال مبني على السكون، ويطول فعل مضارع منصوب بكي، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، عمرك فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ننتقل للمثال الرابع عزيزي الطالب، إذا لا أزورك. إذا هنا يعتبر حرف جواب وجزاء لما قلته أنت، من لما سمعته من قبل من المتكلم. الآن أنت كأنك مخاطب، فقال لك زميلك مثلا أو قريبك: سأسافر بعد ساعة. وأنت كنت تفكر في زيارتي، فتقول له: إذا لا أزورك. هذا حرف جواب وجزاء لكلام سمعته من قبل. ونصب، وأداة نصب أيضا، لأنها تنصب الفعل المضارع. لا حرف نفي، أزور فعل مضارع منصوب بإذا، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، أزور أنا، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. ننتقل إلى المثال الخامس، قال الله تعالى: لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. إذا هنا تنفع فعل مضارع منصوب ب أن مضمرة هنا، فأن تنفعه الذكرى، لأن تنفعه الذكرى فالفاء حرف سببي مبني على الفتح. تنفع فعل مضارع منصوب بأن المضمرة التي هي غير ظاهرة ولكن تقوم بعملها بعد الفاء السببية، فالمنصوب علامة نصبه الفتحة فتنفعه، والها ضمير متصل في محل نصب مفعول به، والذكرى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة
المقدرة على آخره. إذن الفعل المضارع ينصب بالحروف لن وأن وكي وإذن، ينصب بها. وهنا حالات نصب الفعل المضارع بأن المضمرة، أي الأن المحذوفة، هنا أن محذوفة. ننتقل عزيزي طالب إلى المثال السادس. إذن أدرسوا حتى تنجحوا. لماذا ندرس؟ ندرس حتى ننجح، إلى أن نصل للناجح. ندرس ولا نتوقف عن الدراسة إلى أن نصل للناجح. إذن حتى هنا أفادت الغاية، أفادت الغاية. فتنجحوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة هنا، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. ننتقل عزيزي الطالب إلى المثال السابع. قال الله تعالى: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. إذن هنا اللام تعتبر لام الجحود، مبني على الكسر، لا محل له من الإعراب. كيف أفرق بينها وبين لام التعليل؟ أصلا بين لام التعليل، بعد لام التعليل ولام الجحود الفعل المضارع يأتي منصوب بأن المضمرة. فكيف أعرف أنها لام الجحود؟ لأنها سبقت بفعل الكينونة كان منفيا. إذا سبقت بفعل الكينونة منفيا فهي تعتبر لام الجحود. يغفر فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. ولا ليهديهم أيضا مسبوقة بلم يكن، وبالتالي اللام لام الجحود. يهدي فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وعلامة نصبه كما تلاحظ عزيزي الطالب الفتحة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. وهم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. إذا ننتقل إلى إعراب هذه الأمثلة ومناقشتها حتى نعود ألسنتنا على الإعراب كما عودناكم. الكلمة إعرابها، إذا قلنا أن حرف مصدري ونصب واستقبال مبني على السكون كما تلاحظ، لا محل له من الإعراب. تصوم فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. لن حرف مصدري ونصب واستقبال يجعل فعل مضارع يدل على المستقبل. ينجح فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والمنافق فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. كي حرف مصدري ونصب واستقبال أيضا يجعل فعل مضارع يطول يدل على المستقبل، منصوب علامة نصبه أيضا فعل مضارع منصوب بكي وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. عمر فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وهو مضاف الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب، في محل جر مضاف إليه، في محل جر مضاف إليه. إذن حرف نصب وجواب وجزاء واستقبال، قلنا لأنها تأتي جوابا لكلام سمعته مبنية على السكون لا محل لها من الإعراب. لا حرف نفي كما تعرفون مبني على السكون لا محل له من الإعراب. إذن لا أزورك، أزور فعل مضارع منصوب ب إذن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا أزور. الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. عزيزي الطالب الفاء حرف سببي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، فتنفعه الذكرى. تنفع فعل مضارع منصوب بأن مضمرة هنا وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والها ضمير متصل فتنفعه ضمير متصل في محل نصب مفعول به. الذكرى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره. أيضا أدرسوا حتى تنجحوا، حتى تعتبر حرف غاية ونصب بمعنى إلى أن تنجحوا. تنجحوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتى، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. لي ما كان الله ليغفر لهم، أو لم يكن الله ليغفر لهم، ففعل الكينونة قلنا يعبر عن لام الجحود، فاللام هنا لام الجحود مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. يغفر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام الجحود وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. ننتقل عزيزي الطالب الآن إلى الاستنتاج. ماذا نستنتج؟ نستنتج أن الفعل المضارع ينصب إذا دخلت عليه أحد الحروف الآتية أو حروف النصب،
أن، لن، وكي، وإذا. هنا ينصب بهذه الحروف، وعلامة النصب سنراها بعد قليل. ثانيا، وينصب الفعل المضارع بأن مضمرة إذا دخلت عليه لام التعليل، مثلا خذي القلم لتكتب، إذا لام التعليل سبقت بطلب، لا يوجد فعل الكينونة، تكتب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وعلامة نصبه الفتح. أو لام الجحود، لاحظ معي ما كان الله ليغفر لهم، هنا لام تسمى لام الجحود مبني على الكسر، يغفر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وعلامة نصبه الفتحة، كما ينصب بأن مضمرة بعد حتى التي تأتي بمعنى الغاية إلى أن، أدرس حتى تنجح. أيضا قد تأتي حتى تفيد التعليل، مثلا شربت الدواء لأصح، أو حتى أصح، شربت الدواء حتى أصح. هنا أصح فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتى التي أفادت التعليل. وفاء أو فاء السببية، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. أفوز فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وعلامة نصبه الفتحة. ننتقل إلى علامات نصب الفعل المضارع كما رأيتم في الأمثلة. الفتحة، قد ينصب الفعل المضارع وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، مثلا أكتب، لن يدعو، لن يقضي. أو الفتحة المقدرة إذا كان مع الألف، لن أسعى، أسعى فعل المضارع منصوب بلن وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف المقصورة. منع ظهورها، التعذر يعني يتعذر علينا نطقها. لن أرضى مثلا أيضا. ثالثا، علامة نصبه حذف النون، هذا إذا كان من الأفعال الخمسة وقد رأيتموها سابقا، لن يكتبا بعدما كان يكتباني، لن تكتبا، لن يكتبوا، لن تكتبوا، لن تكتبي، إذا هنا حذفت النون مع الأفعال الخمسة. ننتقل عزيزي الطالب إلى التطبيق، والسؤال يقول: أعرب ما تحته خط في الأمثلة. قال الله تعالى: فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا؟ ثانيا قال أيضا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ثالثا: ما كان جيشنا ليهزم. رابعا: لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري. خامسا: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله. إذا عزيزي الطالب، أوقف الفيديو للحظات ثم حاول الإجابة عن هذه الأسئلة وإعراب الفعل المضارع، ثم نعود إلى الإجابة. إذا ننتقل إلى الإجابة. قال الله تعالى: فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا. لاحظت يشفعوا، أصل الفعل يشفعون، أين النون؟ حذفت بسبب دخول فاء السببية، فهنا فيه أن مضمرة، الفاء حرف سببي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. يشفع فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. أيضا قول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، هنا حتى أفادت الغاية. تنفقوا، أصل الفعل تنفقون مرفوع بثبوت النون، عندما دخلت حتى أصبح منصوبا بأن المضمرة، فتنفقوا فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. حتى تفيد الغاية مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ما كان جيشنا ليهزم، إذا لاحظ معي الفعل يهزم، هذه الجملة الفعلية سبقت بفعل الكينونة منفي، ما حرف نفي، وكان جاء فعل منفي بما نافية، إذن هنا فعل الكينونة يدل على لام الجحود، فاللام ليهزم، لي لام الجحود مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. يهزم فعل مضارع للمجهول منصوب بأن المضمرة وعلامة نصبه الفتحة، ونائب الفاعل كما تعرفون يأتي بعد الفعل المبني المجهول، نائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو. لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، أيضا بعد أو العاطفة، بعد العاطفات الفاء والواو أو، يأتي الفعل المضارع منصوب مثلا هنا أو العاطفة جعلت الفعل المضارع منصوبا بأن المضمرة، بعد العاطفات يأتي الفعل المضارع منصوب بأن مضمرة وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا،
المنى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله. أيضا هنا واو العاطفة التي بمعنى واو المعية، التي تأتي بمعنى واو المعية، يأتي الفعل المضارع بعدها تأتي، فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. إذا إلى هنا عزيزي الطالب نرجو أن تكونوا قد استفدتم. لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، وشكرا.